تفضلوا معي لنشوف كيف بدنا نحضر هيدي التحلية اللذيذة. بس قبل بدي رحب بالمشتركين الجدد، وكمان فضلا وليس امرا لا تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة، ويا الف اهلا وسهلا فيكم، بتشرفوني. يلا خلينا نبلش بطريقة التحضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن أحبائي المتابعين؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله دايما يا رب. اليوم بدنا نحضر، بدي أعمل تحلية كتير لذيذة بعجينة المورقة من إلا هون بليكا تايج. بيلزمني لهالوصفة، عندي هون 2 باكيتات و4 تفاحات. رح أقشر التفاح بالأول وأقطعه وبرجع لكم بنكمل باقي الوصفة. هلا بعد ما قشرتهم وقطعتهم بهيدا الشكل، انا عندي هون طواية المقلة وملعقة زبدة، رح نزلهم فوقهم دغري. بسم الله. في هيدول ما قطعتهم. هيدي كمان ما بيأثر. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. رح ضيف لهم ملعقتين سكر، 3 ملاعق سكر، نص ملعقة قرفة مطحونة نصا. عندي هلا بدي اقلبهم شوي لتذوب الزبده وبرجع بضيف لهم المي. هلا بعد ما الزبده ساحت رح ضيف رح جرب ضيف نص كوب المي. بسم الله حتى تدبل التفاح. ضفت لهم نص كوب مي وهلا بتركهم يغلوا على نار خفيفه لحتى حبه التفاح تدبل. نرجع نكمل باقي الخطوات. هلا انا عندي هون رح ضيف 2 ملاعق سكر، هلا هي هنعملها مثل عجينة السينامون بس بالعجينة الجاهزة. عندي هون 1/2 ملعقة قرفة، خلطتهم بهيدا الشكل. انا سيحت هون تقريبا 3/4 200 جرام زبدة سيحتها. هلا بدي افتح اول وحدة، اول عجينة انا طلعته من البراد قبل بوقت. رح حط دغري على صينية الفرن، عندي هون صينية. رح زبطها. هيدا الشكل. هلا بدي ادهن زبدة. هو لازم الزبدة تكون طرية بحرارة الغرفة، بس هون الزبدة دغري عم تجمد منشان هيك سيحتها. لو كان بالصيف ما بحاجة نسيحها، حتكون طرية. ممكن ما نحتاجها كل هاي الكمية، اللي بيبقى بنرجع اشتغل فيهم اشياء تانية، يعني خليهم. هلا بدي نزل السكر اللي عملته فوقهم. بسم الله.
هلا رح نزل العجين الثاني فوقه. رح نبلش بهيدا الشكل. بسم الله. لأنه دهنين زبدة وحاطين سكر فينا نقلبها وفينا نزبطها. يعني هلأ كمان رح أجرى أدهن هاي الطبقة بالزبدة. وبعد ما دهنت العجينة بالزبدة بيبقى عنا هاي الكمية، ما استعملنيهم كلهم شايفين، لأنه عنا برد عم تجمد الزبدة دغري منيح اللي سيحتها. هلأ بنكمل باقي الخطوات. هلأ الاختيار بيرجع لكم. أنا ممكن تحطوا التفاحة عليا هيك بهيدي الطريقة، أو ممكن تقصوها مثل ما أنا بدي أعملها. بسم الله. نقطعها بهذا الشكل. بصير كبير كتير. ما رح بشويهم لوحدهم، بس هدول اللي بيبقوا، بس انه حتى يعطي المنظر حلو. شايفين كيف حتى يعطي المنظر. دول اللي بيبقوا نشويهم لوحدهم كمان، يعني تحلية. هلا حتى زبط ال هيدا الشكل شايفين. هدول اللي طلعوا هلا بحطهم على الصينية كمان بنشويهم. ممكن رش عليهم جبنة، ممكن هلا بشوف شو بعمل فيهم. وراح نكمل هلا بننطر التفاح ليخلصوا ومننزلهم فوقهم ومنكمل باقي الخطوات. وهلا بعد ما خلصت التفاح راح نزلهم بالصحن لحتى يبردوا، بعدين بحطهم على العجين لحتى يبردوا. ما فينا ننزلهم هن وسخنين، هعملهم هي بهيدا الشكل لحتى بيسرع تبريدهم اكتر. بس يبردوا بحطهم على العجين وراح احمي الفرن على حرارة 200 بالطبقة الوسطى لحد ما ياخدوا لون. هلا راح نتركهم اول شيء ليبرد التفاح. هلا بعد ما بردوا، برد التفاح معنا، راح نحطهم فوق العجين. رح أقدر أكيد الفرن محمى على 180، مع 200 على 180
لانه هيدي العجينه دغري بتستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. رح كملهم وبرجع لكم حتى ما يطول الفيديو. هلا بعد ما بنيتهم وزعتهم بهيدا الشكل، هيدول قلت رح اعملهم بهيدي الطريقه، ما بقى شويه لوحدهم، رح اعملهم بهيدي الطريقه كمان بيطلع حلوين. نلفهم بهيدا الشكل. رح كملهم وبرجع لكم. وهلا بعد ما عملتهم بهيدا الشكل رح دخلهم الفرن على حرارة 180 بالطبق الوسطى لحديت ما ياخدوا لون. نرجع لكم. هلا بعد ما طلعوا من الفرن بعدهم سخنين رح فرجيكم، بس ما شاء الله الشوي كتير ناجح وتمام، والريحة ما بقلكم ما شاء الله شي بيشهي. هلا رح اتركن ليبردوا وبحطهم بصحن التقديم. رح ندوق وحدة قدامكم، ما شاء الله يعني هو صراحة انا اكلت وحدة، طعم روعة ما شاء الله رائع. اللي بده في ممكن تحطوا سكر بودرة، بس انا بكتفي بهيدي التحليه كتير تمام ما شاء الله. يعني اكلت وحده انا بدون شوكه صراحه، رائعه رائعه كتير لذيذه. وهي وحده ثانيه قدامكم ما شاء الله، جربوها كتير لذيذه. انا بفضل انه التحليه اللي موجوده فيهم بكفي بدون سكر بودره افضل، بس اللي بيحب يضيف سكر بودرة ما في مشكلة، هو وذوقه انتو وذوقكم بقى. لهون وصفتنا اللذيذة تكون خلصت، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة، وشكرا كتير لمتابعة الفيديو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.